خاوص بالحنين اليوم من دينة مراكش لمبهجة. بالحنين با محمد كون حياته في الغربة بإيطاليا، من اللي دار لاباس التحق ببلاده هو ومراته باش الرزق اللي جمع بعرق كتافه يستثمره في مشروع يريحه في خريامه. لكن تلقى عليه القبض في المطار بسبب ضعيرة قديمة ما خلصهاش اللي تسببت ليه في عامين السجن. للأسف مراته في عوض ما توقف جنبه وتسانده وتسنه، خوات البلاد خلته بلا فلوس بلا أوراق بلا مستقبل. الله يسمح ليها. المشكل عندي أنا، عندي مشكل هو ديال المرأة ديالي، قالت لي حاصلة في إيطاليا وأنا حصلت هنايا. ما مغربية؟ مغربية نعم سيدي. وشنو المشكل؟ المشكل اللي وقع لي، وقع لي شي حاجه في الديوانه، كانت عندي شي خطيه قديمه دوز على عامين ديال الحبس. في 94 شهر واحد، 96 شهر واحد خرجت، ريحت معايا عام هنا، قالت لي انا جايزت الى يومنا هذا. ماشي ما مطلقه ما مزوجه، كترسل توي ما كنترسل معايا، ما كترسل معايا. هذاك التليفون اللي كنهضر معاه حيدت ديك النمره، حيدتها هذيك الادريسه اللي كانت ساكنه فيها خواتها. كيفاش كنتو عايشين في الطانية؟ بخير وعلى خير، هي خدامه وانا خدام. كيفاش خدمت؟ انا خدام شيفور ديال الرموك، نشد مليون و200 الف فرنك في الشهر، في الشهر، وهي خدامه في واحد الشركه ديال سميتو ديال الطبخ بحال ريستورون، كتعمل ميناج، شتي شي مليون و200 الف فرنك. ايش غير واش شتي مليون و400 من قادنا. عندك الوريقات ديالك؟ عندي ورقه ديال كلشي كومبلي، دابا كلشي مات لي وكلشي مشى. شحال وانت تما في الطانية؟ دخلت في 80 حتى 94 شي كدا 14 عام. كان الوالد ديالنا الله يرحمه، كانت امي، كان خويا، كان عائله تما. الور اللي دوت تكون راسو كيهود في حالته، بقيت انا تما. الوالدين مشاو عند الله. الخوت عندي جوج دابا، جوج ماتوا بقاو جوج. عندي اللي كبر مني لاباس عليه، وعندي اللي صغر مني كيعمل مرشد سياحي، كيهضر الطليانية. كيجيو يشوفوك؟ ما كيجيوش لعندي. عارفينك؟ ما عارفينيش هنايا. بلحنين ما نسيناك، بلحنين توحشناك، انت العزيز وانت الغالي وانت الجنائي. انا ما درتش معايا بحالكم، الناس كدوز من الديوان وانا كندوز من الجبل. عندي جوج ديال الورسات في رجليا، قصت لي رجل جوج سنتيم فوق نص على وجه في رجلي هي. ماشي زعما تمشي للطليان، ولا اللي تبقى غير هنا. هادير تهرب للطليان، هنا راه حسن من الطليان، بلادنا راه حسن من الطليان. لقيت الخير في هاد الناس هادو، هو اللي بارين بينا وعازيننا، لا من ناحية الماكلة ولا من ناحية الصحة ولا من ناحية كلشي، الحمد لله. والمرا ما هذيك السيدة، هذيك السيدة صافي قطعات مشات بحالا، راه ما هي مطلقة ما هي مجهدة، ولكن العهد اللي بيني وبينها هو اللي غادي يخلصني يوم القيامة أنا وياها، هو اللي غادي يحاسبنا يوم القيامة. ما حاولتيش تتزوج هنا؟ نعم. مش باقي متزوج، انا مريض دابا، مريض اودي الشريف باش غنتزوج. خصك المقابل، خصك تكون، خصك بزاف باش مال مصروف. عندي الضيقه وعندي القلب وعندي البروده. اللي بغاو الاخوان ديالي يجيو مرحبا بهم، انا هنا في دار البر والاحسان. وهذيك السيده الا بغات ترجع حتى هي مرحبا بها، ما بغاش ترجع الله يهديها. هادشي اللي غادي نطلب ليها، هادشي اللي غادي نقوله ودي الشريف. وهاد الناس الله يخلف عليهم، الله يجازيهم بخير، الله يجعل البركه في المؤسسه والناس اللي عايشين فيها. هناك بلحنين توحشناك، انت العزيز وانت الغالي. الحاله الاجتماعيه ديال سي محمد الاطفال ديما تتنطلق من تفكك اسري، وحاله اجتماعيه محضه هي اللي تيكون اللجوء ديالها في اللجوء دائما تيلجؤوا الناس للخيريات. المشكل المشاكل الاجتماعيه تتنبثق على مشكل تيكون محض اسره على مستوى العائله. هذا هو اللي نقدر نقول. ودابا كيف قال هو اللي تيتمنى انه يكون هذاك يعود هذاك الدفع العائلي وترجع المياه المجاري كي تيقولوا، وتكون الاسره كاسره
لانه حنا هكا عشنا، ومجتمعنا مجتمعنا المغربي مبني على الاسره، ماشي على هذا، ماشي بالدور ديال هذه المؤسسه الاجتماعيه، هو دور عميق، ولكن اللي تيخص هو هذاك كيفاش تنقولوا الدفء، يرجع باش خصو يرجع باش يتلم الشمل ديال جميع الافراد الاسره. ريح الشمنة يا ربي يا ربي، والخوتة هما يشوفوا البرنامج ويجيو يزوروك ان شاء الله، والهدف ديالك ان شاء الله تحقق، الأمنية ديالك تحقق ان شاء الله، ويشافيك الله ان شاء الله. سنين دقت بابك في ديك لنهديك.